والله أنا أتمنى أن يكون ذلك، ولكن لا أتصور أن هذا ممكن. يعني راح تبقى القضية مستعصية، لكن الآن أفضل حال هو خلي يستمر الكاظمي في حكومته، مجلس النواب منتخب الآن يمارس الرقابة وتشريع القوانين اللازمة والتحضير لانتخابات جديدة، لكن مو قريبة جدا، يعني حتى تكون فرصة كافية لتصحيح الكثير من الأمور المطلوبة. يعني شخصيا أقدر أنه نحتاج إلى سنة ربما لإجراء انتخابات جديدة، لكن راح تبقى القوى السياسية ترفض كل حل، يعني أي حل حتى لو يأتي من السماء سيرفض. هذه مشكلة ما أدري، يعني عملية استعصاء نهائي، ما نشوف أي فرصة للحل، لأن لا أحد يريد الحل، لا أحد يريد الحل. لكن بالنتيجة ربما يؤول الأمر إلى تسليم الأمر الواقع والقبول باستمرار الكاظمي، مثل ما جاء في تقريركم ربما البعض مع بعض التعديلات الوزارية، لأن هناك وزراء بائسين بالواقع، بعض الوزراء جيدين لكن مو كلهم. فإذا كانت هناك تعديلات وزارية طفيفة ويستمر في مهامه، وأيضا رئيس الجمهورية موجود ويستمر في مهامه لحين انتخابات بعد 9 أشهر أو بعد السنة، يعني كيف